لا كما قلت لك في الاول، الوعي ديال الانسان وبالنسبه لشي حوايج اللي ما كيديرهمش جامعه كمجلس وكجامعه انزكان، ما كيديروش خدمتهم في بعض المناطق في مدينه انزكان، ولكن بالنسبه لل 50% كما قلت لك كترجع للوعي ديال الانسان. الانسان ما واعيش، حيت ما يمكنش الانسان دابا كاينين شحال ديال المناطق لا يقدر يقضي فيهم الاغراض ديالو وكيمشي كيبول مثلا حدا الحيوط، هذاك الشيء كيأثر على المدينه اول حاجه سياحيا، وثاني حاجه حتى الانسان كي تنقولوا كيلوث البيئه وكيمرض الانسان، حيت دابا كما كتشوف دابا كدوز في جنب الرحبه ديال هنا بالنسبه للرحبه كدوز كتشم واحد الريحه اللي هي كريهه بالنسبه للانسان،